اهلين معلم محمود. اهلين سهلين. لك عود حاجه تلبك حالك بقى. ما في لمك يا بشو. الحفله كلها مشانها. يا عود بقى. الله يخليكم. وين 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 بدك تقعد اخي محمود؟ اخي شرف انت معلمنا الليله. لا والله بضل مطرحها. اخي الله يخليك تقعد هون اريح لك. الله يعزك يا بضايع على راسي. تسلم. شو يا رجال؟ شايف ما حدا قدم واكل كعك، هذا مش كعك انا جايبه. شو بكون انا اعزمكم يعني؟ ها شرف اخي ديبو. لا لا معلي شيء، بس لك نص الشاي باكل كعك. انت دائما بتخجلني. ما عاش اللي بيخجلك. هات صحتين ديبو. شرف بشيش؟ انا اسناني مو خارج كعك. اخي بلق مي وكله. يسلموا. شرف محمود؟ الله يعزك. صحة وهنا. هات سمعنا صوتك بشيش؟ ايه لعيونك. ها. أنا ما بكيت لكن هم اللي بكوني. يا باطي. يا سلام. واني ما شكيت لكن هم اللي شكون. يا حيف. سلامة قلبك. يا حيف. دمعتين هرت من عيوني قالوا بكى. تسلم عيونك. أنا ما بكيت. سلام. 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 أنا ما بكيت، أنا ما بكيت، وداري يا مو يا يامو يا يامو داري يا ري الحلوة ماشي بيك مختوش علي ناري. داري يا مو يا يامو يا يامو داري داري الحلوة ماشي بيك مختوش علي ناري. ما بقدر أحكي أخواله كتار ولا بقدر روح له مومو. يلا يلا جاي جاي ابو خالد. روح له محمود يمكن جاي يتسلم. شو يا ليكون ما بده يانا نغني؟ لك لا يا زلمه ما في قد منه بيحب البسط والسهر. بعدين العالم كله سهرانه بكير للساعه. شرف ابو خالد. شرف شرف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لا الله يخليك. لا والله ما بيصير شرف. انا بدي اقعد هون. يا رب. شو في ما في ابو خالد؟ ان شاء الله ما في الا الخير. والله شو في؟ هالحياة بدها طولة بال يا محمود، مو هيك؟ ايه مزبوط. هذا ابو قاسم اخذ جاهه كبيره هلا ورايحين لعند ابو ظاهر من شان حمدي لقاه. انت بتعرف يا محمود انه انا ما بحب وصل لك هيك خبريه، بس ما لقيتها حلوة صوتكم طالع بالحارة وعم بتغنوا والجاهة رايحة لهنيك. ولا يهمك ابو خالد ولا يهمك. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. سلام عرجال. اهلين ابو خالد شلونك؟ الحمد لله. شو الاخبار نواحيكم؟ الكم مبروك؟ انا مبروك. هذا صاحبه غلى النادي كثير. ها لك بده 50 ذهبي. انا بينطلب مني هالمبلغ يا جماعه. غريب هالزلمه، طالما وافق تطلع الجاهه ليش لا يغلي النقل؟ لك شو بيعرفني؟ قلنا لحالنا بنته صارت كبيره بركي بيطريده شوي. لك يا شو هاد هلا بده يعمل لها ادويه على حسابنا؟ يا سيدي اصطفي، ليش ما في غيرها؟ عليم الله البنات بالحارة مثل كل شكلك حمدي. عم تزبط معك المخدات عمار؟ ما بدنا الناس تحكي علينا. ها شغل على كيفك معلمي. انا عم بحكي معك لمصلحتك حاكم. قرب وقتك لتظهر قدام شيخ الكار. ايه امرك معلمي. معلمي حكي لي الله يخليك، شو راح يسألني شيخ الكار؟ بدك ياني علمك شلون تنفذ حالك من شيخ الكار، ولا بدك ياني علمك المصلحة على أصولها؟ معك حق معلمي، بس حابب أعرف شو بيسألني. أول شي نعمل سيران ومنتوزع بين الشجر بقى سيدي، مناكل ونشرب ونتحمد ربنا، وبعدين منقوم نتوضى ومنصلي. ايه وشو بيسألني؟ لك ليش بصلتك محروقة؟ شلون بدك تظهر قدام شيخ الكار وانت بالعقل؟ خلاص معلمي توبي الله يخليك.
كمل، شو رح يسألني؟ لك عنده 100 سؤال وما بتخفى عليه الخافية. طيب أنا رح بسألك هالسؤال لشوفك بتسقط ولا بتنجح. قبلان معلمي، سألني حي الله شو بتريده، صرت خاتم المصلحة كلها. طيب إذا كنت قاعد بالديار عن شي جماعة وعم تنجم ووقع بأفاق غرب، شو بتعمل؟ أول شي بطلع لبرا لشوف شو هاد يلي وقع. غلط، سقطت. ليش معلمي؟ خلص قلت لك سقطت وبس. الله يخليك معلمي، هات لابو سيدك بس قلي ليش. لك ما لازم تلتفت لورا يا فهيم، بركي شي حرمي مرأة بالديار، إذا بتطلع لورا بتشوفها. إيه والله، إيه والله مزبوط. لك بركي هالغرض وقع منا غصبا عنا، بركي شي ولد وقعوا هي مرأة، شو ذنبها وشو ذنب جوزها يلي أمنك وفتح لك بيته وتركك مع عياله وراح، شو ذنبه لحتى تطلع على عرضه؟ والله مزبوط. بقى المعلمية ما بيوصل لها إلا الآدمي، فتح عينك منيح. حيالله واحد بيتعلم حيالله مصلحة، بس مو كل الناس بتتأمن. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلين أهلين ديبو، تفضل. الله يعزك يا أبو طاهر، والله إنك طيب يا ابن الحلال. أعمل لك كاس الشاي أماني. ها لا تعذب حالك وبوس إيدك، بركي كاس الشاي نشربها اليوم عندك المسا بالبيت. إذا ما عندك مالية. أهلين ديبو. روح الله يجبر بخاطرك، والله إنك أصلي ابن أصلي يا أبو طاهر. السلام عليكم. وعليكم السلام. مع السلامة. وينك أم محمود؟ إيه ابن نبيل جاي دقيقة. مرحبا أم محمود. مرحبتين. مقطوع المي عندك؟ إيه والله هلا انقطعت، الظاهر لساتهم ما خلصوا تعزيل النهورة. يا الله يساعدهم يلي ما عندهم كباس مي، ايش بدهم يعملوا بحالهم؟ يا حرام، ما إلهم حدا غيرنا، بكره بيشتغل زق المي بسطولة والأزازير. والله أنا ما برد حدا، بفتح بابي لكل الناس، لكن يلي بده مي يكبس لحاله. وأنا كمان مرتاحة من الهم، عندي 5 6 أولاد لهالشغلة، مين ما بده مي بعبي له. يا شبك أم محمود، كل ما جبنا سيرة الأولاد بتزعلي. ما في شيء، ما في شيء اختي ام نبيل. خلص بقى تحكي بعبك، شوفي ابو ظاهر شلون غلى النعد، كل الحرام تحكي بهالقصه، مبينه انه رايده لمحمود. يا ريت يا ريت يا ام نبيل، يا ريت استنانا وما يرجع بكلام. انا يا ما قايلت لي ام ظاهر تكرمي وفتحي لك، يا ريت. والله ليل سهرين ديبو، تفضل. الله يزيد فضلك يا ابو ظاهر. أهلين بالأصلي والله. إيه سيدي، أول شي أنا بدي أشكرك لأنه حضرتك حافظت على الوعد. أنا وعد أخي؟ الوعد ما غيره. ما فهمت علي، أنا وعدتك بشي؟ إيه وعدت ووفيت. لا سيدي لا لا، الله يخليك، أنا ما وفيت. ليش هيك أنت يا أبو طاهر؟ مشان محمود. أخو إذا أنا إمتى وعدته لمحمود؟ عطيته أول شيء؟ اسمع ديبو، أنا من غير شيء واجعني راسي من القصة، أنا لا وعدتك ولا وعدته، لا في زلمة بهالدنيا بيقبلها على حاله يوقع بنته بهيك موضوع، لك فهموها بقى. أمرك سيدي، أمرك بحض رقبتي معك حق. رد الجاهات مو حلو يا ديبو، وأنت بتعرف ما لك غريب. المهم هلأ نحن لا بدنا منك وعد ولا رح ناخذ منك قول، بس بدي أقول لك وأكد لك إنه هالزلمة أول ما بتنتهي مشكلته راح يجي لعندك ركض ويطلب هالبنت. اسمع ديبو، أنا ما باكل من الحكي، أنا اللي علي عملته وزيادة، وبصراحة أنا ما بعرف شو بصير معي، بركي إجا لهالبنت حظ مناسب، شو بعمل؟ ما لا السبب لحدا يلومني. إيوة أمرك سيدي، أمرك، وإن شاء الله ما يصير إلا الخير. شو رايك تغير هالمصلح هاي؟ هاي شغله ناقصه، بيع سويت. سويت؟ طيب سويت، وخاصة إذا عم تغرقوا بهالدبسات. شبك والله فكرة. لك لا تنسى إنه عندك العرباية الظريفة، باسطنبول ما في منها.
بالحديد يا ضامي، بالنعمة يا أسير. تفضل سيدي يا سندي. أنت مو جاي على بالي شي. الله يسامحك، مو أنا وياك صفيانين لحالنا؟ هدول شوية من أيامنا الحلوة، أيام زمان. نسيت سيدي؟ والله كل تجارتي وشغلي بكفي ودينات محمودة بكفي. لا اطمن سيدي، الجماعة أوادي. اختلفنا، بس هذا أبو ظاهر عم يبني على مي. لأمتى اللي يقدر محمود ياخذ بنته؟ يصطفلوا، نحن شبنا فيه هون. نحن قاعدين هلا صفيانين لحالنا. والله أنا مبسوطة فيك سيدي كوميات. قديش بقي لنا زيها؟ بكرة جاي. تفضل سيدي، تفضل. مد إيدك. قلت لك مو جاي على بالي شيء. هلا عرفت شو بدك. رح اقول لك شعر يسر قلبك وخاطرك. هاتي لنشوف. خصرك وردفك وميلاتك هد بالفلك. صنع اله مقتدر جوات قلبي حط الملك عسكرك. وانت سيد عليهم على زمتي، كل نظره منك تسوى الملك. يسلمها التم. حلوه سيدي. ايه حلوه، طالعة من جوات قلبي. هلا مو انت اللي حتروحي تجيبيها لنزيها؟ ايه الله يخليكي، روحي لعندهم من على بكره بكير. حاضر سيدي، على عيني. بتعرفي بايش عم فكر؟ بشو سيدي؟ يا ترى شلون بدي حكي لابو ظاهر؟ شو عملتي لنا امي؟ ما بدي تطبخ، كل شوية هالكشك. كله نعمة الله يزولها. يسلم الديات. بصراحة أكثر ما رضيت أعمل شيء، قلت لحالي بوفر مصروف نهار. ليش لك امي؟ والله أنا مصير عن حالي، بس مشان شو ذنبك أنت حتى تحرمي حالي؟ أكل وسكوت يا عليم الله، عندي الكشك أطيب من اللحمة، طوال مالي عم وفر من شانك. قل لي يا أم محمود، شلون السوق معك؟ الحمد لله ماشي الحال. الله كريم يا ابني، والله كل يوم عم بعدهم بنحاسي. مي والله مستحيل ابعت له صحف ولا عمي ابو ظاهر. ابعت له لما ما ابعت له. لا يا مو، لا تبعت له ولا تحكي معه ولا كلمه بهالموضوع، لا يقوم بينزعل. بتعرفي امي، انا بالايام فرحان كثير، كانه فتحيه صارت عندهم مني. الله يزيد ايامك فرح وسرور يا ابني، ان شاء الله يا رب. الله بيعوضنا عن هاللي مضى. وبشوفك يا محمود واقف بارض هالديار وعم تنده فتحيه، حطي لي اكل. والله لحط على راسي من فوق الفتحيه. ايه شو يعني شو فيها؟ ايه بصير الحمله ثقيله علي. ليش يا مو؟ لانه بدي احطكم انتوا اثنين على راسي. يا سوي الحبايب، اه يا جوالي القوتالي، اه يا سوي هومي ناسوي هومي ناسوي. مرحبا فايز. الله يعطيك العافية. الله يعطيك عليك. حبيبي هات، على عيني يا عمو، على عيني. ها هاي شوي تكرم عينك. ها تكرم، خذ عمو. مرحبا فياض. ايه خي محمود، هات لك شوي. على راسي. شو وين سيفو؟ متخبي في ظابطية غريبة بالحارة. شو الحكم؟ ايه والله. هاتي عنك دورتي، كتر خيرك. وخيرك، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا حق. بتغير شي بغيابي دورتي؟ يو شو بده يتغير بعدي؟ فوتي لجوا بالأول. إيه لا مالي رح فوت. ليش بقى؟
شو ها؟ أبو فاسوخ. ليش لأبو فاسوخ؟ بدي بخر البيت كله، لا تزعلي مني ضرتي، يعني بكي صار شي بغيابي. وسعي هيك خالتي. خايفة مني ضرتي؟ لا أيو مو مني، بس مو لازم الوحدة قبل ما تفوت على مطرح تحتاط وتفسخ كل الحجابة. ومين اللي عامل حجابة؟ ما بعرف والله، يعني بركي حدا غريب جاي بغيابي وما بيحبني. يو ومين اللي ما بيحبك انتي؟ وانا شو فيني كمان؟ بركي حدا عامل لك حجاب وما بينفعك، افسخ لك يا لك. تسلمي لي انتي وابو فاسوخي. ومين اللي علمك تعملي هيك؟ امي درية الخفاقه. لك طقي موتي ما رح جاوبك. ها وين رايحه كمان؟ بدي بخرب البيت كله.